سقوط السقف وانهيار جدران البيت القديم هي مخلفات الأمطار التي تساقطت على ولاية مستغانم وبالضبط دوار أولاد حمدان ببلدية الصور. بين عشية وضحاها تحولت حياة هذه العائلة إلى وضعية مزرية. أكتشف الدار كي مشتها هودت علي البارح بات في الماء. أولادي البارح باتوا في الماء. ومن نروح البلدية يكبسوا يقول لي روح عند فلان روح عند فلان روح عند فلان روح عند فلان. شابي ها بزاف ها بزاف. أنا نطلع اللي يكون. أكتشف اللي يكون كما كان اللي يكون روح نسكن فيه. روح نسكن فيه يكون أنا ضرب كيما ضرب هكا روح نسكن فيه اللي يكون. رب هذه العائلة دفع ملف بناء السكن الريفي منذ 2004 إلا أن السلطات المحلية لم تمنح له إعانة بناء سكن. خونا هذا بالأحوال احنا يا ما شخصيا تلمينا كيما رانا وخرجنا له قشو صنا سكنة ورابط عليه وانت راك دخلت وشت بخاين بعينك خويا ثما هذا راه محتاج راه دافع دوسي من الدوميكات ما عطاوهش وكون ما يعطوش كون يستقبلوه. الحمد لله بالأحوال هذا بنعمنا ورفدنا له قشو وديناه اللي يكون ما عندوش مسكين. علاش؟ إيه الله غالب هذا قليل فقير. شوفني كي راني داير في السكنة شوفني كي راني داير. أنا بيت هود عليا كيما كاي بيت هود عليا. راني داير الباش. ويا سيد الوالي وين راه؟ هذا المير وين راه؟ هذا شاف دايرة وين راه؟ إلى متى تبقى هذه العائلة المنكوبة تحلم بسكن يحفظ لها ماء الوجه ويأويها من حر الصيف وبرد الشتاء؟ ومثل هؤلاء في الولاية كثير.